عرفتي الفول ده هيظبط ازاي؟ عرفت. خلي بالك ما تقلقيش، حطي شويه ملح. طيب كده كفايه؟ كفايه قوي فول. حطي كمان شويه شطه. شطه بس برضو ما تكتريش. ماشي، بس هي بتحب الشطه على فكره. معلش. يلا يا عم، اخر يوم ليكي على السقاه. والنبي يما، قد ما انا فرحانه بالخروجه دي الا انه حاسس فيا ان انا هسيبك وامشي. لا يا حبيبتي، المهم ان انا اكون مطمنه عليكي بره. بس انا عايزاكي بقى تو ما تخرجي من هنا تعدي هوا على البيت اخوخه واخوه لاجل يودوكي للحاج، فاهمه؟ ان شاء الله يخليكي ليا يا يما، هو لا يحرمنيش منك ابدا. طب يلا حبيبتهم، شهري ايدك شويه، عايز اكل، جوع. هوا وراك اهو. يلا يلا، البيت ده هقشره، هترش عليه ايه؟ هنرش عليه كمون. اوعك تحطي فلفل اسود، اوعك، هتظبطي يا ستي. ما تقلقيش، حفظت كل اللي انت قلتيه عليه. والفول هيتحط عليه زيت حار، اي زيت تاني لا. ماشي، تقلي كده الفول كفايه. صدقي زي الفل. هرسي بقى الجبنه دي شويه كده كمان. دي هتقطع بيا، فهماني وفاهمه دماغي، عامله لي كل طلباتي. يلا ربنا يسهلها لها يا رب. ما عندكيش اخبار من سيد يا غاليه؟ والله من ساعه ما اخر مره ودوه المستشفى ما اعرفش عنه حاجه. روحت للدكتوره هادي وطمني، قال لي هيبقى كويس ان شاء الله، بس قلبي مش مطمن. ما هو لو كان نظام التبني موجود في مصر ومعترف بيه زي بره، كان ممكن يتبنى ناس كويسين ونطمن عليه معاهم. التبني حرام. وهو يعني مش حرام ان الولاد يتربوا في مؤسسات وملاجئ وفي ناس تتمنى طفل واحد؟ ده انا حتى لما حكيت لتيمور وتمارا الحكايه قالوا يا ريت يا مامي يجي يقعد معانا وناخد بالنا منه. بس بنتك صغيره قوي، هتعرف تاخد بالها منه؟ صغيره ايه، وهما الاتنين عايشين سوا، واعتبريها كفاله يا ستي على الاقل تطمني عليه. ايه يا وليه الكلام اللي انت عماله تقوليه ده؟ لا والف لا كمان، ده يبقى اسمه ايه ده؟ تبقى امه لسه عايشه على ظهر الدنيا وهو يكبر في حجر واحده تانية؟ لا يا بنت اوعي تعملي كده. يا بنت يكبر يقول لها يا ماما ويروح تعبت كله. ربنا حبيبتي يخليكي ليه ويكبر كده وتملي عينك منه ليل نهار. عقلي يا ام عقلي. طب خدي ملي عينك انت كمان ليل نهار. طب يا اختي ما تتعوجيش قوي كده، ما انا عارفه ما جايبك، عمرها ما كان عليها الطلب. الله، ايه ده يا حلاوه، ده بصحيح. صدقي بقى دي احلى حاجه جات لي في السجن. بصي كده يا خالي، بصي على شفتي جماله والنبي، والنبي قمر يا حاج حبيبي، والنبي قمر يا ناس.